السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي النبهان. بهذا المقطع الفيديو حابب أحكي لكم كتير معلومات مفيدة وكتير بنسأل حول هذا الموضوع، واللي هو كيفية الانتقال من المعهد أو من الدبلوم حتى الدخول للجامعة لتخصص إن كان هندسة أو إن كان فرع دراسي 4 سنين. يعني باختصار أنا دارس معهد سنتين، تمام؟ ببعض الدول بيسموه دبلوم، ببعض الدول بيسموه معهد. هل بإمكاني أنا كمل دراستي وصير سنة ثالثة، تمام، وادخل تخصص بيكون 4 سنين، تمام؟ فهذا الشيء بتركيا ممكن، ولكن من خلال امتحان، وهذا الامتحان بسموه DGS. طبعا هاي اختصار، هو DGS وهي اختصار الاحرف. طبعا هذا الامتحان بيتيح الامكانية لخريج المعهد العادي والمعهد العالي، تمام، بالإضافة لخريج من المعاهد من التعليم الافتراضي اللي هي أتشيكوراتم، يعني متخرج أيضا من معهد، تمام، بالأفرع التعليم المفتوح بإمكانه يدخل على هذا الامتحان وبيكمل بمرحلة البكالوريوس اللي هي دراستها بتكون 4 سنوات، تمام، من خلال هذا الامتحان. طبعا الامتحان بتشرف عليه الأوسيمي، طبعا هذا موقع حكومي تركي، تمام، اسمه الجما سيتشما فيرلشترما مركز باشكاليا، تمام. طبعا هذا موقع حكومي مثل ما ذكرت. هذا هو الامتحان. طبعا الامتحان فيه معلومات أدبية ومعلومات علمية. الطالب راح يدخل على القسمين على حسب ما فهمت من المعلومات. طبعا الطالب راح يدخل على هذا الامتحان بده يكون يعني فينا نقول بلبل باللغة التركية، الامتحان باللغة التركية، وما له هالشيء السهل او البسيط، لانه انت من خلال معهد بسيط عم تنتقل لكلية، تمام. يعني في بعض المعاهد مثلا يعني دارس معهد حاسوب، انت من خلال هذا المعهد الحاسوب فيك تنقل على هندسة الحاسوب او على هندسة البرمجة. يعني النقلة، تمام، ما لها شيء سهل، والامتحان ما له هالشيء سهل، بده دراسة وشغل وجهد. هلا هاي التعريف البسيط للمعلومة. هلا من هون طبعا انا راح اخذ المعلومات والمصادر، اوكي، راح افتحهم هدول. هلا اول شيء راح نتعرف على اسئلة الدورات اللي اسمها تشيكميش تسولولارا. هي اسئلة الدورات السنوات السابقة من عام 2006 حتى عام 2017، طبعا مع الحل. هلا انا راح افتح لكم احد الدورات اللي هو 2017 بالشهر تموز. هذا الامتحان كان في 2017. طبعا هي معلومات ندخلها هون، تعليمات الامتحان. طبعا مدة الامتحان بتكون 140 دقيقة، يعني ساعتين وعشرين دقيقة، تمام. طبعا بقسم السايسيال اللي هو العلمي، والسوزال البلم اللي بيكون هو الأدبي، تمام. هاي المعلومات، هاي نموذج الأسئلة. ممكن البعض بيشوفها سهلة، ممكن البعض بيشوفها صعبة، شوفت عينكم هذا الأسئلة، تمام. هلا بننزل مثلا هذا القسم العلمي، ننزل للأسفل القسم الأدبي، تمام، هذا السؤال القسم الأدبي. هاي الأسئلة اللي بتكون، وآخر الشيء، تمام، بيكون سلم التصحيح الأدبي والعلمي إلى آخره. هلا المعلومة اللي كتير مهمة، إني أنا درست معهد سنتين، أنا بمعهدي شو الكلية اللي بإمكاني أنا أنقل عليها أو حول عليها؟ هلا اول شيء، تمام، مثلا هون عنا هدول المعاهد وهي الكليه اللي بيحسن يدخل عليها. هلا راح اخذ لكم مثال كثير بسيط. الطالب اللي بيدرس تمريض انستازي بامكانه ينقل على قسم الاسعافات الاوليه او التمريض والخدمات الصحيه او اداره صحيه او اداره اجتماعيه، تمام، هدول الكليات. هلا مثلا بنزول باخذ مثال ثاني، مثال تاني كمان يكون مهم، يعني كتير، مثلا بنك جلك. اذا انا اخذت فرع بنوك معهد سنتين، انا بامكاني بنقل على فرع بنوك 4 سنين، او بامكاني انقل على الاقتصاد او ادارة الاعمال، تمام، او الادارة العامة او الادارة الاقتصادية او الادارة اللوجستية، تمام، او العلاقات الادارية او العلاقات الادارية والادارة اللوجستية، تمام. يعني في كتير اشياء بامكاني ادخل عليها مثلا من خلال هذا الفرع السنتين البسيط. هلا مثلا كمان في افرع تانية، مثلا انا اذا كنت اخذ بلجي بقول لي
قال لي تكنولوجيا السم هذا فرع بسيط معهد، انا من خلال هذا المعهد بامكاني ان اقول على هندسة الحاسوب. تمام، هذا احد الامثله طبعا، الحاسوب وبقيه التخصصات او الهندسه البرمجه، هندسه البرمجه تمام، او هندسه الرياضيات. شو في كمان افرع تانية؟ في فرع كتير بيسالوا عليه الطلاب اللي هو التعويضات السنيه، اني انا على اي اختصاصات فيني انقل. فهلا اشوف لكم اياه كمان، رد عليكم ضمن المقطع الفيديو. تمام، التعويضات السنيه هذا هو الفرع، وهذا كمان هو الفرع. هدول الأربع تخصصات تمام كلها، يعني بين تعويضات سنية وأفرع قريبة على تعويضات سنية، من خلال هذا التخصص بإمكانكم فقط التحويل على كلية الإدارة الصحية. تمام، يعني ما فيكم تنقلوا على طب الأسنان أو على شيء أو إلى آخره. تمام، هذا الشيء غير ممكن. هلا اللي بيدخل مثلا دياليز، يمكن هي غسل كلاوي أو يمكن مدري شو بالضبط هذا الفرع، بإمكانكم كمان قسم طبي، هذا بإمكانكم التحويل على التمريض. يعني معظم التخصصات الموجودة أغلبها تمام بإمكانكم تحولوا على فرع التمريض أو الإدارة الصحية، هذا إن كان يعني بشكل كتير كبير. طبعا هون هذا الملف موجود فيه تقريبا، أو مو تقريبا، موجود فيه كل التخصصات المعاهد السنتين اللي متوفرة بتركيا. تمام، لهون راح انهي الحديث حول هذا الملف، وبذكر لكم اياه اسفل مقطع الفيديو كل ما تستفيدوا منه وتشوفوا كل التخصصات اللي ببالكم. هلا الفكره الثانيه، هلا هون هن ذاكرين اسماء المعاهد، الطلاب يعني الطالب اللي عم يدرس باي معهد اللي بيحق له يدخل على الامتحان. طبعا باختصار ما بدي اشرح عنه كثير هذا الملف، كل طالب دارس بتركيا تمام بإمكان يدخل على هذا الامتحان، شو من كان يكون المعهد الخاص فيه. حتى الامتحان هذا بإمكان الطلاب الأجانب اللي دارسين بغير جامعة تركيا بإمكانهم أيضا الدخول على هذا الامتحان. هاي فكرة. هلا بالنسبة كمان هذا كمان شرح تاني، الجدول الرابع. طبعا أنا خريج معهد بشوف اسم معهدي من قائمة الأفرع اللي بإمكانها التحويل على الكلية ولا لا. طبعا هون في مذكور تقريبا حوالي 9,058 معهد تمام موجود بتركيا. وفي كمان اخر شيء كاتبين اخرى، يعني اذا كان حتى معهدك مو موجود بهي القائمة كمان بامكانك الدخول للامتحان. اوكي، هاي بالنسبة للمعاهد اللي ممكن يدخلوا للامتحان. هلا اخر شيء ورقة التسجيل على الامتحان، طبعا هاي راح تحصلوا عليها بمركز الاوسيامي. طبعا هلا بيجي السؤال، انا كيف بدي اعرف بمدينتي وين مراكز الاو سي ام اي حتى انا اسجل على الامتحان؟ بنروح لهذا الملف، هذا الملف فيه عناوين مراكز الاو سي ام اي. هلا مثلا نفترض بأضنة، هلا هاي أضنة، اسم المركز هذا وعنوان المركز هذا تمام؟ يعني بأضنة شايفين كم مركز فيه؟ يعني عدد هائل جدا، فقط هاي ان كان بمدينة أضنة، يعني اكثر من 20 مركز او سي ام اي موجود. نرجع مثلا اضيمان، كمان مراكز كثيره، الملف هو عباره عن 74 صفحه، يعني بمدينتكم على الاقل يوجد اكثر من 10 مراكز او سيامه تمام بامكانكم مراجعتهم بالنسبه للتسجيل. بالنسبه للرسوم الامتحان على ما اعتقد هي بحدود ال 120 ليره تمام، ما لها الشيء الغالي جدا. هاي جميع المعلومات اللي حبيت اذكركم اياها. لهون تقريبا بينتهي المقطع الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، وأي سؤال وأي استفسار حول هذا الموضوع بإمكانكم التواصل معي. كان معكم علي نبهان، ولا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم.